برنامجنا ونواصل بكل تأكيد فقراتنا العديدة والمتعددة والمتنوعة والتي نتمنى دائما وأبدا أن تنال على رضاكم وإعجابكم مشاهدينا في كل مكان، ولكن كعادتنا دائما نكون موجودين معكم في قلب الحدث وأيضا ما يحدث، بنحاول نكون سباقين. الحديث الآن في الوسط الرياضي بشكل كبير جدا عن انتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم والمزمع إقامتها يوم 13 من الشهر المقبل. انتخابات هي بكل تأكيد ستكون ساخنة جدا نظرا للأسماء الثقيلة والكبيرة في الوسط الرياضي والتي أعلنت ترشحها لمناصب الضباط الأربعة في مجلس الإدارة وكذلك لعضوية مجلس الإدارة، مجموعتين ومجموعة من المترشحين كمستقلين بكل تأكيد. مجموعة النهضة بقيادة البروفيسور كمال شداد الرئيس الحالي للاتحاد السوداني لكرة القدم، وكذلك مجموعة التغيير برئاسة الدكتور معتصم جعفر الرئيس السابق للاتحاد السوداني لكرة القدم. ولكن التنافس ساخن بشكل كبير جدا في كل المقاعد، ولكن ما يميز انتخابات هذه الدورة هو مقعد المرأة يا وئام والأسماء الجديدة والجميلة التي ستتنافس على هذا المقعد المهم في انتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم. نقاشنا كثير كان أنا وئام في موضوع الرياضة، بفتش لها عليه مرة أشوف لنا سكرتيه ومرة أي ضيف بيجي هنا، فحنشوف الليلة هي ممكن يعني تساهم بهذا الشكل من الأشكال، خاصة أنه الإعلاميات صحيح الآن بيقعدوا دور كبير جدا في الرياضة. نعم بالتأكيد. الآونة الأخيرة بقينا بنشاهد المرأة السودانية بمختلف وظيفتها بمختلف هي مكانتها، بقت بتكون عايزة تكون في الوسط الرياضي وتحدث فرق، وحقيقة شاهدناهم في كثير من المناصب هم كانوا بيحدثوا فرق حقيقي يا محمد. دائما أنا عندي الجندرية تجاه المرأة وأنت تعلم ذلك. صراحة المرأة السودانية دائما مكانتها الآونة الأخيرة بتكون معانا في حضرة مساء يوم الجمعة، وبنكون بجد مسهولين بكمية الجمال اللي بقت هي مؤثرة به داخل الوسط الرياضي. ولكن المرة دي الكورة في ملعبنا، الملعب الإعلامي والوسط الإعلامي ووجود الزميلة الجميلة داخل ممكن الأوساط الرياضية وأيضا ترشحها لأحد هذه المقاعد. سعيدين جدا يكون معنا داخل استوديو قناة الهلال الزميلة الإعلامية الأستاذة سلمى سيد، مرشح مقعد المرأة بانتخابات الاتحاد. مرحب بك سلمى. وسلمى سيد والرياضة طبعا انتم متاهبين. انا قبل ما ابدا في المحاور اللي انا واثقه انها هي معده بعنايه، لانه القرب من الوسط الرياضي بيخلي التفاصيل للعاملين والمشتغلين والمهتمين دقيقه وقريبه. لكن انا ما حاقدر يعني ابدا هذه الحلقه الا وانه اشارككم بدايات اللي كانت حزينه، وانا ما تمنيت انه انا اطل في هذه الاجواء المفعمه بالحزن، لاني زي ما قلت يا وئام اعادت كل الذكريات الحزينه في رحيل أستاذنا وردي وصلاح ابن البادية وكل القامات الكبيرة بلا استثناء وبلا ترميز لأسماء معينة. رحم الله أستاذنا القديل وحال الدنيا، ربنا يرحمه بقدر ما أسهم في هذه الساحة السودانية من عطاء. بالعودة لسؤالكم وهذا التأهب، ما طبعا لما يكونوا مذيعين بيكونوا عارفين بعض مستعدين من قبل طبعا داخلين سوا. نعم يعني وئام تساءلت عن العلاقة ربما. يمكن أنا أبدأ لك يا وئام بأنه الإعلام وأنت تدري هذا الشيء هو في حالة من التماهي والتعاطي المستمر مع كل الأوساط. حينما نكون في ضيافة أطباء فنحن نشتغل ونهتم حتى بالمصطلحات الطبية لإدارة حوارنا، حينما نكون في حضرة العدالة نحن نبحث حتى عن التشريعات التقاطعات الموجودة التشريعات الجديدة الإشكالات الموجودة دستوريا وما شابه. إذن الرياضة بشكل أو بآخر ليست بعيدة عن المجال الإعلامي أو الإعلامي بشكل عام. أنا أعتقد أن المدخل الذي قدمت به نفسي هو مدخل الاهتمام النسوي، وأنا حاصل على درجة الماجستير في العام 2006 اللي هو بيسموه زي ما قلت الجندر، هي هو ماجستير العلوم في النوع والتنمية ويعرف اصطلاحا بالجندر ستاديز، أول دراسة نسوية في مرحلة من المراحل. فيمكن دي واحدة من التقديمات اللي أنا حسيت أنها ممكن تكون مفيدة للإطلالة عبر عوالم الرياضة. نعم طيب سلمى سيد مرشح مقعد المرأة في انتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم،
من خلال مجموعة النهضة، هي لم تأتي كمستقلة وإنما أتت ضمن مجموعة معينة رأسها طبعا الهرم الرياضي الكبير الدكتور كمال شداد. ولكن يعني هل لدى سلمى أي نوع من أنواع الاهتمام بالرياضة بكرة القدم تحديدا قبل هذه الخطوة، ولو على سبيل الهواية على سبيل المشاهدة؟ بطبيعة الحال يعني أنا ما عايز أقول قلت لعبة خطيرة، لكن زاولتها يعني عشان ما زاولت العمل الرياضي الطلاب خلينا نقول في مراحل سنية أو دراسية مختلفة. يمكن كرة القدم أنت لو في البيت بتكون شايف المشاهدة المتابعة العالية من من أسرتك من أخوانك من، فأنا بفتكر إنه العلاقة هي علاقة يعني أنا لما تم ترشيحي أو طرح الموضوع كان أول سؤال why me، يعني بفتكر إنه في ناس ممكن يكونوا عندهم صلة بالمجال الرياضي مشتغلين أكثر وربما أكثر اهتماما حتى من سلمى. صحيح. يمكن كانت الأجوبة نوعا مقنعة، وده اللي خلاني أكون بيناتكم هسه. نعم. إنه مرات الفاعلية إحداث الأثر إدارة المشروعات كلها ممكن تكون مداخل خاصة بالاهتمام أصلا بالدراسة النسوية. نعم. أو الحصول على درجة متقدمة في الدراسات الأكاديمية في هذا المجال. أنا بأمل إنه أنا أكون مفيدة جدا، وأأمل إنه في حال عدم فوزي إنه أنا أفوز في شخص واحدة من المرشحات وأكون لها يعني عينين وأذنين وحتى رأي يخالف ويشاور ويوافق في بعض الأحيان. صحيح. جميل. سلمى، من هذا الدعم اللي أنت حابة تقدمه إذا أنت كنت أحد هذه السيدات أم لا، إحنا حابين نمشي لنقطة مهمة جدا. يعني ما حنقول المرأة السودانية كانت بعيدة عن الرياضة، المرأة السودانية من سنين طويلة هي كانت موجودة كحكم وموجودة كلاعبة وكمشاركة، ولكن لسنوات حصلت انقطاع، الساحات ما كانت منتعشة بالشكل اللي إحنا شايفينه الآن. الآن في دوري منتظم للسيدات وأصبحت المرأة السودانية موجودة في كل اللعبات، كلمينا أكثر عن الانتعاش اللي شاهدناه ممكن نقول في الخمس سنوات الأخيرة، ولا حقيقة أحدثت فرق كبير جدا؟ طبعا زي ما أنت يعني ذكرتي واستدركتي في أنه العمل ده مطروق منذ سنوات بعيدة، منذ أواسط السبعينات. صحيح. والمرأة السودانية ولقت المجال. نعم. خلينا نضيف وبمصداقية هو تاريخيا عشان لازم نثبت نقطة، وإحنا في قناة الهلال الفضائية منذ الخمسينات كان أول فريق كرة قدم نسوي في السودان. نعم. وكان نادي الهلال. نعم. شوفي فنحن ما عايزين يعني أنا ضد يعني استخدام المرأة في كل العهود والأنظمة كواحد من خوض المعارك أيديولوجيا. صحيح. يعني دي واحدة من الإشكالات اللي إحنا يعني مش إحنا بس عموما دائما هي واحدة من الأسلحة التي تشهر في وجه المحيط للحروب الأيديولوجية زي ما أنا ذكرت. صحيح. فدي واحدة من الأسباب اللي خلتني إنه أنا أفتكر وجود المرأة في الساحة الرياضية بشكل المطروحة الآن ومنذ سنوات قريبة بالشكل الموجود، وإضافة لنجاحات سابقة للمرأة في مجالات كثيرة، يعني القضاء، الطبابة أو التطبيب، التعليم، فالمرأة السودانية الدبلوماسية، فالمرأة السودانية هي رائدة في مجالات شتى. الآن في هذا الوجود الرسمي والواضح هي إضافة لهذه النجاحات. يعني من المهم برضو إنه نتكلم على إنه أنا أحلم بفريق سالم نفسيا ومعافى بدنيا، يعني أنا بحلم إنه ما تكون آخر النقاط القتالية وهي المجابهة في سوح الرياضة وهي محملة بأثقال المجتمع، محملة بالخطاب الحاد على المستوى العقدي، على المستوى المجتمعي. صحيح. على المستوى الأسري. أنا أحلم بأنه يعني نجسر هذه الهوة على مستوى الخطاب على الأقل ما بين المجتمع والفرق الرياضية النسائية على مختلف اتجاهاتنا، ودي واحدة من الأشياء اللي بعتقد أنها في غاية الأهمية وهي محور أساسي ومهم. السلامة النفسية، السلامة الجسمانية، السلامة العقلية، السلامة المجتمعية، أفتكر أنها هي من أهم الأشياء اللي بتخلق امرأة معتدة بذاتها في كل المجالات. صحيح. ولكن البعض يتحدث عن أنه يعني هذا المنصب تحديداً برضو فيه الشق الفني. نعم. ومتطلبات أنه من يعني تفوز بهذا المنصب تحديدا وبهذا المنصب تحديدا يعني يكون برضو عندها دراية نوعا ما بالأمور الفنية في 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 كرة القدم، خاصة في ظل وجود دوري كرة قدم نسوي الآن، مشاركات على المستوى الدولي، يعني كل هذه الأمور البعض يراها قد تكون غير موجودة لدى سلمى.
أنا بعتقد في اعتقادي البسيط أنه الجوانب الفنية هي في الأساس قدرة على الإدارة. يعني أن يعني هي مجالات مختلفة، الجانب الفني مجال والجانب الإداري مجال، لكن على رأسها هي القدرة على الإدارة. إدارة المال، الشفافية، أن تكون أنت ووئام وكل الموجودين والمشاهدين عليمين بالجوانب إدخال ومخرجات المال، لأنها هي واحدة من الأشياء اللي فيما بعد تولد الاحترام. أنا بفتكر أنه إحنا على المستوى الفني نستطيع أنه نستعين بالتشاور والمشاورة مع اتحاد إحنا جزء منه في خلق علاقات رياضية مع محيط قريب. أنا أحلم، أنا ما عايز أقول أهدف، لأنه الأهداف دي قد تجي بعد سنة أو بعد 4 سنين من ختام هذه الدورة وأكون محاسبة. أتمنى أنه هذه الأحلام تحقق في خلق خلينا نقول مظلة مؤسسية في داخلها مؤسسة كاملة معنية بالمرأة. لماذا لا نمتلك يعني مركز لتطوير الكرة النسائية في السودان على المستوى الإقليمي؟ يكون واحدة من المدخولات المهمة والمعينة في المعسكرات، في استقطاب الفرق الأكثر خبرة حتى في المحيط الإقليمي والجغرافي. يعني هذا ما أحلم به، واحدة من الأحلام. المسائل الفنية، الإدارية، التنسيقية، شؤون اللاعبات، هي كلها أفتكر أنها هي مع بعض بتخلق درجة من الشراكة، إذا صح التعبير. طيب صحيح. أنا بس دار أعرف القصة الآن من البداية. الفكرة جات منك ولا جات من مجموعة النهضة؟ فكرتي، ترددتي، الحصل شنو أنه تحصل هذه المفاجأة الكبيرة أنه سلمى سيدة اللي تعودنا عليها في فن زمان في برامج صحيح. سياسية ما تعودنا عليها أبدا في إطلالة الرياضية، فجأة كده تجينا من فوق ومرشحة لمنصب المرأة في انتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم. يعني أصلا لو ما كنت مرشحة ما حيكون الزخم ده موجود صح؟ لأن ما تتحجاوب. طيب القصة من البداية كانت كيف؟ زي ما كانت منك فاوضوك الحصل شنو؟ البداية كانت من أطراف قريبة. نعم. يمكن كانوا شركاء في عمليات إدارية كثيرة على مستوى مكتب دبي في قناة الشروق، على مستوى إدارة شركة ميلادو ميديا اللي أنا أمتلكها وأديرها وهي بتنتج عدد من البرامج. فربما لمسوا قدرة على إدارة الأفراد أو المنشأة أو ربما الإنتاج نفسه. فطرحت الفكرة اللي أنا ما أخفيك أنه أنا استغربتها في بداية الأمر وأخذت وقت كثير عشان أنا أفكر فيها وأوافق أو أرفض على عدد كل قرارات اللي أنا بأخذها. فما دار أذكر أسماء، لكن على رأسه أخونا الشام عز الدين اللي أدار البرامج في قناة الشروق وفي سودانية 24 لفترة. فهو جاء من الآخرين وهم اللي دفعوا بي معنويا وخلينا نقول اعتباريا. يا سلام. طيب احنا حنجي نشوف ذاته القرار ده لما اتخذتيه ومشيتي فيه كيف، لكن قبل كده انا يعني بعتقد اي انثى سودانيه هي عندها ميولات في طفولتها بتكون مارستها في الرياضات، ولكن ما بين الاسر اللي هي بتحاول تدعم ابنائها وما بين السيدات اللي بيوقفوا، نحن حابين نعرف سلمى سيد هي كان عندها بعض المناشط اللي بتواصل فيها في طفولتها ولما كبرت واصلتها ولا لا؟ لكن السؤال ده حنخليه بعد الفاصل يا سلمى. فاصل قصير وعاد لكم من جديد لمواصلة مشوارنا المسائي. جديد متواصلين معكم مشاهدينا ومتابعينا في حضرة المساء، ولازال حوارنا مع الإعلامية سلمى سيد المرشحة لمجموعة النهضة لمقعد المرأة في انتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم يوم 13 من الشهر المقبل إن شاء الله. الصراع الانتخابي والذي أصبح مسيطر بشكل كبير جدا على الساحة الرياضية بعد نهاية هذا الموسم الطويل في كرة القدم السودانية. نرجع لك من جديد سلمى، وما اخترت الترشح كمستقلة ولكن اخترت الترشح كعضوي في مجموعة النهضة برئاسة طبعا البروفيسور كمال شداد و الدكتور حسن برقو وكل المجموعة الموجودة في هذه المجموعة. لماذا اخترت مجموعة النهضة تحديدا؟ طبعا ده مختلف من السؤال اللي كان قبل الفاصل. نعم. بقينا في سؤالين، انا حاختار ايهما صحيح. من جو راجعين ما مشكلة. يعني على المستوى التقادم يفترض انه نجاوب على ما قبل الفاصل. anyway انا حاضر على الإجابة على السؤالين، لكن خلينا نقول يا محمد ويا وئام انه القدوم من اوساط مليئة بالضوء وبالشهرة وما دار أقول المال، لكن خلينا نقول الاكتفاء. نعم. إلى حد ما المالي صحيح.
بيخليك انت بدرجة كبيرة جدا جدا غير مشتبه في قدومك لتحقيق انتصارات او نجاحات شخصية، بقدر ما انه بتصل مرحلة من التوغل في العمل، في ما دار اقول المعرفة باعتبار كلمة كبيرة، لكن ربما تصلح في مرحلة من المراحل للمشاركة في العمل. فبالتالي دي جزئية مهمة جدا، يعني انه القدوم من عوالم زي اللي احنا في هذه عوالم مليئة بالضوء زي ما انا ذكرتها. الجزئية الثانية لها علاقة بسؤالك، ليه الترشح في المجموعة؟ نعم. وليه ما مستقلة؟ يمكن هي لناحية أقول شنو يعني تكتيكية إن صح التعبير، لكن يعني أنا يا محمد وئام في عرفنا نحن أهل لغة وأهل كلام، فمسألة تكلم حتى أراك دي صح. أنا أسعى لتحسين وأعني تماما كلمة تحسين الخطاب حتى على مستوى المجتمع الرياضي القريب والبعيد. مسألة تجريم الضد يعني نختلف نتفق، لكن مسألة الاختلاف بتجريم أفتكر أنها واحدة من الأشياء اللي بتخلق درجة كبيرة من عظم التعاطي مع الآخرين بشكل أكثر رحابة وأكثر قدرة على الاختلاف. الاختلاف نفسه محتاج مقدر، إدارة الاختلاف محتاجة مقدرة. بروفيسور شداد بيبقى ما عنده معنى إنه أنا أتحدث عن طول السنوات التي قضاها في سوح الرياضة على المستوى الإقليمي ومستوى السودان. ممكن كثير من الناس بيقولوا إنه المسألة العمرية للدكتور دي أثيرت كثير يعني، وحتى على المستوى الخاص. إخوان الإنجاز في حد ذاته راحة، يعني أنا بعجبني جدا المقولة اللي كان بتقول الحاصل على جائزة سوق درج لي طبعا شعر سوق عكاز، كانت من أعظم السوحة الشعرية اللي فازت فيها امرأة سودانية، يعني الجائزة دي عمرها 1500 عام وفازت بها روض الحاج. عندها مقولة بتقول يا راحة الإنجاز عندي يا رسول السحر لي وقت السحر. الإنجاز في حد ذاته والمشاركة في صناعته هي مسألة مهمة. أنا أشرف بأن أنا كنت تبع هذه المجموعة، ومن هنا أيضا بحيي الجناح الآخر بقيادة دكتور معتصم جعفر. المسألة هي أن نعبر بالرياضة وتحديداً النسوية إلى مرافق لا أقول آمنة لكن سالمة، وتخطو خطى أيضاً ليست سريعة إنما متئدة، ويعني هذا ما أستطيع أن أضيفه في كل المحورين. جميل. طيب يعني سلمى، أنا مصرة على أنه نعرف سلمى في طفولتها كان بتلعب يا تلعب في الرياضة. انت اختبار لياقه بقى صح؟ عايزين نشوف سلمى، ممكن نشوفها في احد الساحات ولا لا بعد ده؟ لازم. لا طبعا ما حتشوفيني اصلا، قطعا ما حتشوفيني يعني. لازم حنشوفك. قطعا ما حتشوفيني يا بيام، ولا انا مقدم نفسي كلاعب ولا حارس مرمى يعني. نشوف يعني سلمى بتعمل في بعض الاكتيف كده بتحمس بها على السيدات السودانيات. والله انا زي ما قلت لك يا بيام، احنا محتاجين انه نقودهم الى سوح الصراع الكروي امنين، يعني لا أبو يتحرج من إنه بنته لاعبة صحيح، ولا أخو يستحي من إنه هو بيسوق أخته لتدريب أو تمرين، ولا أم يعني تتأتأ حتى في الإجابة على إنه بنتها بتلعب شنو ولا شغالة شنو. هذا ما نحلم. أنا على مستواي الطفولي طفلة أكثر من عادية، يمكن كنت قارئة نهمة إلى حد كبير، وكنت متفوقة أكاديميا. غات الناس اللي قروا معي هسه حيطلعوا لي الفايل ويوريهم جيت. جميل. فده إلى حد كبير. بفتكر إنه ممارسة الرياضة الموجودة في المدارس، وللأسف البيئة المدرسية الرياضية على اتساع السودان هي بيئة مسكينة ساي. ما عايز أقول فقيرة، لكن بيئة مسكينة ساي. يعني ممكن ما كل المدارس كان بيتاح فيها. أنا درست في مدرسة بحر النموذجية بنات، والنموذجية دي كانت فيها يعني كده حظوة أكاديمية للمتفوقين في المجال ده، في المجال الأكاديمي في الوقت ذاك. كان في ملاعب تكاد تكون أفضل من المدارس الأخرى. لكن هي طفولة أفتكر، أنا بذكر في المجال ده يمكن كانوا في ناس أشطر مننا شديد ولياقتهم أحسن، يعني منال عكاشة وأيوة بعض الأسامي يعني. فبنخش معهم شوية كده
لكن هم كانوا متفوقين علينا في المجال اللياقي. خلينا نقول هي سلمى كانت مركزة على القراءة ونهمة فيها وعلى تفوقها العلمي. لكن سلمى أنت يعني ذكرت نقطة أنا حابة أحكي فيها، ذكرت أنه ما في أبو يخجل من أنه بنت بتمارس رياضة أو بتتأتأ في أنه تجاوب على أنه هي بنتها بتلعب رياضة. سلمى شاهدنا أول ما ظهر وجود فريق كرة قدم للسيدات حقيقة كان من الصادم الهجوم اللي واجهته حواء السودانية في السوشيال ميديا على طريقة اللعب على طريق مناداتهم لبعض، كان في كثير من الهجوم. شاهدنا بعض الجمهور كان بيحضر من أجل أن يخفف الهمة المعنوية لهم، كان في صراع قوي جدا حتى على شكل اللبس. الجانب ده كيف شاهدتي وتابعتي وكانت متابعتي؟ أنا يمكن أشرت للجزئية دي في أكثر من محور هسا، إنه نصل بهم إلى مرحلة غير منهكين لا نفسيا ولا عقليا ولا جثمانيا. المسألة دي هي ما مسألة إنك تكون قادر فنيا فقط ولا منسق إداريا ولا مالك ماليا، هي المسألة تكسير هذه اللي هو بينه وبين المجتمع، ودي حتى أنا أفتكرنا من أهم الأشياء. يعني أنت تعلم يا وئام إنه مش لأنه المرأة هي المرأة كائن أكثر لطفا وأكثر رقة من محمد اللي قاعد جنبك ده، صح؟ صحيح. خلينا نحن في الشقة البينات سلامة مبسوطة شديد جدا فعلا. يعني أنا قبل لما قلت مركز السودان لتطوير كرة القدم النسائية مركز دولي تمر بكل المراحل التحضيرية على المستوى النفسي على المستوى الصحي، ما نكتشف فجأة إنه في لاعبة تعاني من سرطان ثدي أو في لاعبة تعاني من ضغوط نفسية نتيجة لأنها هي تجابه وحيدة على مستوى الأسري وعلى مستوى المدرجات اللي يفترض أنها هي قادمة لتشجع هذه الأنثى في أنها تخطو في مجال هي بتحارب فيه. في هذه المرحلة هي مرحلة الخطاب العقدي. نعم. كلنا ما في زول كان بعيد من المسألة اللي كانت فيها حدة بالغة، يعني لو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. يعني هي آلية أنا إلى الآن صح. لم أصل فيها لأشياء واضحة، لكن أحلم بأنه تكون ثمت نقاشات ثمت مجتمعات أبوية أخوية نصل فيها لتكسير هذه، لا أدري كيف لحد الآن أنا ما عندي التصور الواضح، لكن بفتكر أنه نحن مجتمع محافظ ما فيها اثنين ثلاثة. إحنا في الفترة اللي فاتت دي مورست كرة القدم النسائية على غطاء من الإعلام وعلى غطاء كبير حتى من المشاهرة، فنحن عايزين نخلق هذا التكسير بتخفيف حدة الخطاب العقدي والمجتمعي وبسلامة على كل الأصعدة اللي أنا ذكرت. نعم، وإن كان يعني هذا الحاجز أعتقد كسر بشكل صحيح. كبير جدا خاصة في السنتين الأخيرتين، وبقى في نوع من أنواع التقبل نسبيا نحتاج للعمل أكثر نسبياً. في أبهات الآن هم بنشوفهم بيجيبوا بناتهم التمرين مش بيشتروا معهم الملابس الرياضية وكل هذه التفاصيل، ولكن كلامك صحيح محمد. نعم. لكن برضو يعني الاستدلال يعني فكرة النموذج هي برضو فكرة لا تخلو من ندرة، إحنا عايزين هذه الفكرة تتحول إلى العام بشكل أكبر صحيح. وليس نعم. الاستدلال بنموذج أكيد. طيب مقعد المرأة والتنافس عليه، وكان اللافت أنه التنافس كان ما بين الإعلاميات، إعلامية كبيرة ومعروفة زي الأستاذة سلمى السيد، إعلامية كبيرة ومعروفة زي الأستاذة ميربت حسين، الإعلامية الزميلة النشيطة جدا ناهد بشير الباغر، وكذلك أستاذة منال علي بشرة بعيدة نوعا ما من الإعلام، والصيدلانية نجلاء نورين، ولكن ثلاثة أسماء إعلاميات يتنافسن على مقعد المرأة في انتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم. هي المرأة الإعلامية أكثر قدرة على الريادة. المرأة الإعلامية هي المعبرة عن أحلام أمة وانكسارات أجيال ومكافحة حتى بالكلمة، فهي لما تدلف لمجال أعتقد أنها هي مسلحة قبلا بهذه الأدوات، فأنا ما أستغرب أبدا وجود إعلاميات، وأتوقع أنه في السنوات القادمة تزخر الساحة بأسماء يعني أكثر ضوءا وأكثر إشراقا وأكثر إنتاجا في مجالها. نعم. سلمى السيد اسم كبير في الإعلام السوداني، ده حقيقة ما مجاملة لك بكل تأكيد، تاريخك نعم. الإعلامي يتحدث عنك. ما خايفة من الخسارة؟ ما خايفة من الهزيمة في هذا المعترك اللي دفعت به نفسك؟ صحيح. ما خايفة ويخصم منك؟ زي ما أنا قلت لك يا محمد، القدوم من عوالم مضيئة أصلا وزاخرة جدا بالشهرة، عالم مختلف شكل جديد للتنافس ما بينك وما بين برضو زميلات إعلاميات وأخريات. صحيح. عشان كده أنا ممكن بداية الحديث ذكرت أنه لما أفوز في شخص أخرى حكون لا اليد المعينة
واللسان المعبر عن الأخطاء وحتى عن الصحيحة الذي يحدث، والعقل الذي يدير ويفكر ويدبر. هي المسألة ما مسألة يعني أسماء بقدر ما هي مشاركة في مقعد مهم. على إحنا يا جماعة ما عايزين نحول في هذا التاريخ المفصلي، ما عندنا أدوات غير الرياضة، سوح السياسة كما نشاهد مش على مستوى السودان، على مستوى العالم. فنحن الآن نجتهد في أن نعبر بالرياضة وبالسودان إلى سوح أرحب من حتى ما يحدث في الساحات السياسية وغيرها. أي واحدة تفوز من المرشحات أنا لها عينين وأذنين وكتف مساند وعقل مفكر صحيح ومدبر. دي الروح النسائية اللي دائما بنلقى في السيدات السودانيات. سلمى السيدة الزميلة الإعلامية الجميلة ذات التاريخ الطويل بالمجال الإعلامي، حقيقة نحن نتمنى دائما ما تكوني معنا في مساحات نتكلم فيها عن دعمك للمرأة السودانية في شتى المجالات. أنا سعدت جدا أنا ومحمد أنك تكوني معنا في مشوارنا المسائي لليوم، ونتمنى تطلع علينا دائما بطلالتك الجميلة. فايزة ولا ما فايزة حاجيكم؟ إن شاء الله صحيح ما فايزة حاجينا هنا في حضرة النساء، فايزة توقعها في سبورت سكرين وضربة حرة وبرامجنا الرياضية بعد كده. سلمى سيد شكرا لك، شرفتينا ونورتينا وسعدنا بوجودك معنا اليوم.